بقى يعني اولا كلنا فرحانين جدا، عندنا طاقه ايجابيه جدا كبيره جدا جدا. الحقيقه الاسبوع اللي فات مصر كلها فرحت الحقيقه، سواء زملكاوي اهلاوي كل مصر، لان مصر اللي فازت مجسد في نادي الزمالك. الاسبوع ده كمان الحمد لله الجوله الثانيه مصر كلها فرحانه، النادي الاهلي النهارده الاداء والشكل والموضوع والمضمون، عوده القطبين وده يعني براند لينا كده كبير جدا لمكانهم الطبيعي. كنا محتاجين ان احنا نفرح بالكوره شويه الحقيقه، ساعات كتير الكوره بتزعلنا، لكن اكبر ناديين رجوعهم تاني للقمه الافريقيه وان شاء الله السوبر معاهم. الجزء الثالث يمكن انا الاسبوع اللي فات قلت ان شاء الله السبت الجاي على النهارده يفوز الاهلي، و6-6 المنتخب تصفيات كاس العالم. الكوره ان شاء الله دايما كده يعني تكون موجوده بشكل ايجابي، لان هي مزاج عام لينا كلنا وللمصريين. هايل هايل هايل.